متى نسجد للسهو؟ أقصد ما هي موجبات سجدة السهو؟ موجبات سجدة السهو على سبيل الإجمال، نعم، إما زيادة في الصلاة أو نقص منها، إما زيادة في الصلاة من غير جنسها كزيادة ركعة فيها أو زيادة ركوع أو سجود، أو نقص من الصلاة كترك التشهد الأول مثلا، أو ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، أو ترك التكبير الانتقال، فهذا نقص. والحالة الثالثة حالة الشك، إذا شك في ركن، إذا شك في أداء ركن أو واجب فإنه يجعله كالمتروك ويأتي بديله ويسجد للسهو. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.